سؤال لدكتور أشرف. In low income endoscopy unit, can we depend on adrenal injection plus band ligation in treatment of gastric ulcers with either non-bleeding visible vessels or oozing, first 1P or 2A, especially if the clips not afford? برضو انا هرجع بس لكام الاخوه الزملاء الفاضل، ان احنا يعني يستحسن طبعا احنا نشتغل في فولي ايكويبد ثياتر. لو انا ما عنديش كليبس ماشي، ممكن يبقى عندي دايثيرمي، ودايثيرمي ممكن يقوم بعمل الكليبس برضو بالظبط. عاده الجايد لاينز بتتكلم بتقول ان البيشنز عندهم فورست 1 اي 1 بي، دول لازم يكون في كومباين ثيرابي مش ابنفرين لوحده، لان المشكله مش في ان انا اعمل هيموستاسيس دلوقتي، المشكله في الريكارنس اوف بليدنج بعد كده. بيصل لو انا استخدمت الادرينالين لوحده فقط لا غير في العيانين الفورست 1 بي، الري بليدنج ريت ممكن تصل الى 17 في بعض الاماكن، كمان بيتكلموا اب تو 20%. في ال 2 اي لا، الري بليدنج او ريكارنس اوف بليدنج بتبقى اقل، ممكن 6%. يعني انا ممكن استخدم سيفلي شويه موضوع الابنفرين لوحده في العيان اللي هو 2A، ولكن في 2B يستحسن لا. ولو مش لاقي حاجه، مش لاقي دايثيرمي او كليبس، هضطر ان استخدم ابنفرين بس بدوز اكبر شويه، اب تو ان انا ممكن اب تو 220 او 30 مللي، عشان تو اتشيف هيموستاسيس، او يعني في هيموستاسيس يكون ستيبل ما يبقاش في ريكونس بليدنج. بالنسبه للباد باند ليجيشن اللي بيسال عليه، انا ما عنديش اي اكسبيرينس ان انا اعمل باند ليجيشن في عيان عنده بليدنج فيسل. حتى كمان في الليتريتشر ده كله بيتكلم على كيس ريبورتس ما عدتش ال10. الباند ليجيشن ممكن استخدمه في عيان دي لافوي ليجن، ممكن في عنده جيب ممكن، لكن في عيان عنده بليدنج فيسل انا لا يعني احبذ هذا، او لو هعمله هيبقى في الكونتكست اوف كلينيكال ترايل. لو في كومنت دكتور مازن. هو طبعا باند ليجيشن في الالسر، ده الالسر بتبقى ريجيد مش هتقدر تسكت، عند ثانيا الفيسل ده كبير مش حاجه صغيره عشان الباند ليجيشن توقف البليدنج، بالعكس مع السكشن ممكن يحصل سبيرتنج وانت بتعمل كده، فالباند ليجيشن ما لهاش اي دور هنا خالص. الدايلي فوي برضه الريسك اوف باندنج عالي جدا، لان الدايلي فوي برضه بيج فيسل، انها ممكن اوقف البليدنج لغايه ما نجيب الكليبس، انما لازم يبقى في ديفرنس تريتمنت في انما الباند ليجيشن ما لهاش دور قوي او ما لهاش دور خالص في الالسرز والبيج فيسل تمام يا دكتور، زي ما قال الدكتور محمد. تمام يا دكتور.